عاد المنتخب الوطني إلى دولة طوغو الواقعة في غرب إفريقيا بعد مضي 5 سنوات عن آخر زيارة للخضر إلى هذه الدولة ذات 8 ملايين نسمة، محطة استقر عليها الخضر للاستعداد جيدا لنهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار على أمل أن تكون فأل خير على محرز ورفقائه والذين عادوا إلى طوغو، لكن ليس مثل ما تركوها عام 2018، وهذا في ظل تنامي الصحوة الإسلامية والانتشار الواسع لدين الحق بعد الإقبال المتزايد للشعب الطوغولي على اعتناق الإسلام، وهو ما وقفت عليه عدسات قناة الهداف التي كان لها الحظ للغوص في أعماق النسيج الاجتماعي لهذه المستعمرة الفرنسية السابقة ونقل الصورة الحية عن صحوة الطوغوليين الإسلامية. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتد. الإسلام في دولة الطوغو وبفضل الله يواصل في الانتشار. صحيح أن نسبة المسلمين قليلة هنا، لكن إقبال الناس والشعب الطوغولي على ديننا الحنيف يواصل في الانتشار والحمد لله، وهو ما ستتابعونه معنا مشاهدينا الأفاضل في هذا الروبورتاج. الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، كيفك؟ أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ الحمد لله البركة أبو داود. أبو داود؟ نعم. أنت اخترت هذا الاسم أم ولدت بهذا الاسم؟ ولدت في هذا الاسم. ولدت بهذا الاسم؟ أنا أبي فقط قال هذا الاسم أعجبه ومنذ ولادتي قدم لي هذا الاسم. داود مسلم والحمد لله. ما شاء الله عليكم. وكذلك يعني نشأت في بيئة وفي عائلة مسلمة. نعم، ولكن في منطقة التي ولدت يعني ليسوا المسلمون ليسوا كثيرين. نعم. هناك انتقلت من منطقتي إلى بلد تسمى بافيلو. في ذاك البلد في مسلمون، هناك نشأت، يعني العرب هم الذين قبلوني ودربوني في الإسلام إن شاء الله الحمد لله، حتى ذهبوا في منطقتنا وبدأوا ينشأون الإسلام في منطقة ولله الحمد. كيف تعلمت اللغة العربية داود؟ اللغة العربية مرات دراسة اللغة العربية في نفس المنطقة في بافيلو، في نفس البلاد في بافيلو، يعني بدوا يدربوننا، كنا كثيرين، يعني أخذوا أيتام، أقول أنا أيتام،
أخذوا أيتام هناك بدأوا يدربوننا العربية، والذين جاهدوا قليل هم الذين بدأوا يفهمون. من خلال هذا لما وصلت هناك، لما بدأت الدراسة يعني رأيت بسرعة فهم العربية وكل شيء. الإسلام في طوغو داود وبفضل الله يواصل في الانتشار، لكنكم الفئة القليلة، حوالي نسبة المسلمين من 20 إلى 25%. نعم حقيقة ها هو يعني الأغلبية الساحقة هم من ديانات أخرى. نعم حقيقة أغلبية من ديانات أخرى. أما الإسلام في توغو في الشمال هنا ما في إسلام كثير، في جنوب هنا ما في إسلام كثير، أما في الشمال إذا رأيت المسلمون أكثر من الديانات الأخرى. الحمد لله. والإسلام أكثر من ديانات الأخرى. وأنت حاليا بفضل الله من القراء، حقيقة من حفاظ كتاب الله. إن شاء الله. كم تحفظ من حفظ؟ تقريبا حفظت كله، ولكن المراجعة كان يعني لحقت وين حفظت كل القرآن؟ لا حفظت كله، ولكن المراجعة كان متبلبل يعني. لازم تراجع يعني. نعم. وتقوم يعني بدعوة الناس لهذا الدين الحنيف؟ لكن الذين تقدموا هم الذين بيانا يعني الكيفية، ما عندي كيفية، أنا فقط بس أكتفي بصلاة بأم الناس في المسجد أولا. أما الأساتذة والذين تقدموا هم الذين يكون بهذا الأمل. ماذا تقول لنا داود عن الإسلام؟ الإسلام دين الشريف، وكيف أنا أشعر إسلام لا أستطيع أن أبينها لكم، كما ربما تعرفون الإسلام أكثر مني، ولكن أنا أشعر إسلام بأن الإسلام دين السلام، وفي الإسلام في مساواة. بس العربية يعني كانت تنقصني إلا أكثر. وشنو هي الأمنية أو الحلم تاع داود؟ ما هو حلم داود الآن؟ حلمي أنا أحلم إن شاء الله في المستقبل أن أكون داعيا كبيرا، لأن ما ينقصنا في بلدنا هو أكون داعيا كبيرا، أدعو الناس في الإسلام. هو إن شاء الله. قلت لي كذلك زيارة بيت الله. زيارة بيت الله الحمد لله ما شاء الله، وزيارة يعني مسجد النبي إن شاء الله. وكنت أدعو الله دائما أن يوفقني لمنحتي يعني الدراسات في ذاك البلد. يعني هذا تتمنى تمشي للسعودية للدراسة؟ للدراسة إلا موفقت في مصر أيضا الحمد لله ما شاء الله، يعني في يعني كيفية التدريس يعني كان أعمق وأجود. يعني في الختام داود من فضلك رتل لنا يعني شيء من القرآن، آيات من الذكر الحكيم. لا بس هذا بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس لا بس القرآن داود إن شاء الله. لا تخاف يعني نبدأ أنا الآية وأنت حاول تكملها. أوكي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعطيه لك في المجال في الختام يعني ترتلنا بعض الآيات من اختيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ما شاء الله أحب القراء إليك؟ أحب القراء إلي حذيفي حذيفي؟ نعم ما شاء الله حذيفي نعم يعني كان بارك الله فيك بارك شكرا لكم بزيارتنا رسالة للمسلمين في الجزائر جزاكم وفي الله. كل بلدان العالم ما شاء الله خاصة الشباب وش تقول لهم داود؟ ماذا تقول للشباب؟ والله جزاكم الله خير في هذا الأواخر في هذا الأواخر الأيام وهذا الأواخر الأشهر رأينا بانتشار الإسلام خاصة الشباب بأننا كنا نتبع في شخصات نرى أن الشباب يعظون الناس وبترتيل من القرآن هذا الذي يشجعنا نحن هنا نحن في مناطق التي ما عندها ما لها الإسلام هذا الذي يشجعنا لكي يعني نتبع بأن إذا رأيتم الشباب يعني متمسكين يعني ستكونون أيضا يعني متمسكون لذا يعني أشكر للجزائريين وأشكر كل مناطق بلدان الإسلام وأخيرا ندعو الله على إخواننا في فلسطين الله ينصرهم على أعدائنا وأعداء المسلمين جميعا آمين. ويكون لكم أونا إن شاء الله وجزاكم الله خير بزيارتكم لنا آمين. وشكرا لكم شكرا لكم جزاكم الله خير.